احلى صباح ومساء على متابعي مدنز الغاليين جدا جدا جدا. رجعت لكم النهارده بفيديو جديد من سلسله فيديوهات الهاردوير. معايا ومعاكم النهارده واحد من احدث انتاجات شركه فوبو. معانا النهارده فوبو توريك 60. خلونا نروح نستعرض علبتها ونشوف محتوياتها ونتفرج على الجهاز ونملى البود ونرجع نتكلم عليه مع بعض، نشوف عيوبه مميزاته، ينفع مين ما ينفعش مين. يلا بينا. خلونا نستعرض العلبة مع بعض ونفتحها ونشوف محتوياتها. اول حاجة هتلاقي عندك اللوجو بتاع فوبو، بعد كده هتلاقي شكل الديفايس بتاعنا، تحت خالص هتلاقي مكتوب اسمه دوريك 60، على الجنب هنلاقي عندنا رسمة الاير فلو ومكتوب لك انفينيتلي اير فلو، يعني اير فلو بلا حدود، اوف اند باتن اكتيفيشن يعني بتشتغل بالسنسور او بزرار الفاير، واخر حاجة الواتج ادجستبل يعني هتقدر تتحكم في الوات بتاعك. على الجنب التاني هنلاقي حسابات السوشيال ميديا بتاعتهم، فيسبوك انستجرام يوتيوب، تحت هنلاقي الليبل الخاص باللون بتاعها واحنا معانا الديب سي بلو. ظهر العلبة هتلاقي الكونتنت الموجودة جوه العلبة، وهتلاقي العلامة المائية بتاعت فوبو الدبل في اللي انت شايفهم بيتحركوا قدامك دول، مع الكيو ار والسكراتش كود عشان تتأكد ان المنتج اللي معاك اوثنتك. بس كده مفيش حاجة تانية في العلبة، خلونا بقى نفتح مع بعض العلبة. ادي الجهاز اهو معانا. هتقلب العلبة هتلاقي في علبة تانية كده، خلونا نستعرض محتوياتها قبل ما نتكلم على المود نفسه. ادي العلبة اللي كانت موجودة. جوه العلبة دي هتلاقي اليوزر مانيوال بتاعها، التشارجنج كيبل طبعا يو اس بي تايب سي، هتلاقي اتنين كويلز بي ام بي. كده مفيش حاجة تانية في العلبة دي. ندخل بقى على الجهاز نفسه. ادي الجهاز، خلينا ناخده لفة كده مع بعض. اول حاجة هتلاقي عندك البي ام بي بود بتاعتك، وطبعا دي بقت حاجة خلاص كلنا متعودين عليها من فوبو لانهم بيستخدموها دايما في اجهزتهم في الفترة الاخيرة لكفاءتها وقوتها وادائها. بصراحة احنا معانا الدي ال بود، ادي فتحة الماوث تيب بتاعته، وعندك الاربعة ماجناتكس بتوعه، وهنا من هنا بتقدر تعمل ريفل. اللي بتعمل تفتح دي هتلاقي فتحة الريفل. طبعا البود ده بيشيل 4.5 ملي ليكويد. تحت البود هتلاقي عندك الاورينج اللي موجود هنا، ده هو الماجناتيك كله، هو اللي بيمسك في الاربعه ماجناتيك اللي موجودين في البود، ودول الكونكشنز البلس والماينس اللي بيبقوا لامسين في الكويل. فوق الاير فلو هتلاقي عندك زي بيوتي رينج كده عليه خطين فضي، شكلهم شيك جدا وبيتماشوا جدا مع الفضي اللي حوالين الفاير باتن اللي انت شايفه كده. عندك الاير فلو بتاعك واسع جدا وتقدر تخليه ام تي ال، عشان لو بتستعمل البودات الام تي ال، البي ام بي ام تي ال اللي انت شايفها قدامك دي اهي، دي تقدر تستعملها مع الفتحة الام تي ال الضيقة دي، هتاخد اداء ام تي ال رائع منها، يا اما تفتح النص يا اما تفتح كله. وطبعا هو نون ستوببل يعني مفيش حاجه بتوقفه، بس هو ناشف يعني تقيل، ما تقلقش مش هيتحرك منك لو انت ظبطه على مقاس معين، مش يعني صعب ان هو يتحرك، عايز تشد جامد شويه. تحت الاير فلو هنلاقي عندنا اللايت انديكيتر اللي بتبين لك مستوى البطاريه بتاعتك، وبتبين لك الواتج اللي انت بتشرب عليه، عشان زي ما قلنا هي ادجستبل واتج. طيب عشان نشغلها بندوس 5 دوسات على زرار الفاير، 1 2 3 4 5، لا اشتغلت ابيض اخضر ازرق اهي شغاله، والاضاءات اللي انتوا شفتوها هي برضو اللي بتحدد لنا الواتج اللي بنشرب عليه. تحت الفاير باتن هتلاقي اسم المود دوريك. من الظهر هتلاقي عندك فتحة اليو اس بي تايب سي، وده شيء قوي جدا ان هي تايب سي، الشحن بتاعها سريع جدا الحقيقة. وتحت اليو اس بي هتلاقي مكتوب فوبو. تحت الجهاز هنلاقي عندنا الفنتنج هول بتاعت البطارية، وهنلاقي مكتوب ديزاين باي فوبو، وهيبقى فيه هنا زي رابر رينج كده موجود عشان لما تسند الجهاز بتاعك على اي سيرفيس او اي سطح كده يثبت مكانه، ما يبقاش سهل ان هو يقع او يتخبط. طيب لو حبينا نلعب في الوات بتاعنا بنعمل ايه؟ بندوس 3 دوسات على زرار الفاير، 1 2 3، هتلاقوه نور وثبت على الابيض كده، ازرق كده، اخضر، كل واحدة فيهم المفروض ان هي بتديك وات معين تشرب عليه. ابيض هو اعلى حاجة، ازرق هو اقل حاجة، الاخضر هو الميديوم. طبعا هم مش كاتبين اي حاجة عن القيم الخاصة بالاضاءات، كل اللي احنا عارفينه ان هي 60 واط، فانا برجح ان الابيض هي 60، الازرق هي 20، والاخضر هو 40. اما بخصوص البطارية بتاعتها، بتعرف منين ان هي مشحونة او مش مشحونة؟ لو نوروا التلات لمض معاك كده يبقى هي فيها شحن من 66% ل 100%، لو نورت معاك لمبتين يبقى هي من 66 ل 30%، ولو نورت لمبة واحدة بس
بس يبقى احنا كده من 30 لزيرو في المية. خلونا نشوف دلوقتي الكويلات اللي بتيجي معاه. اول كويل معانا اللي هو البي ام بي الفي ام 2، وده بيكون 0.3 المقاومة بتاعته، والريكومنديشن واتج بتاعته من 32 ل 40 واط. وادي تاني كويل اهو، مش كويل زي ما انتم شايفين، وده بيكون اللي هو البي ام بي الفي ام 5، واللي المقاومه بتاعته 0.2، واللي بيشتغل من 40 ل 60 واط. وده الكويل اللي احنا هنستخدمه دلوقتي. خلونا نعمل له برايم كده ونجهزه ونملى البود ونطلع نتكلم عليه مع بعض. انا في الفيديو ده هستخدم مادنس توكسيك جوس الفليفر اللي هو البسكتس، تركيز 3 نيكوتين 70-30. عايز اقول لكم ده من انتاجات شركة مادنس وتعامل شغل حلو جدا في السوق. يا ريت اللي جربه يكتب لي كومنت ويسيب لي ويقول لي ايه رأيه فيه. وادي اللوجو بتاع مادنز والسوشيال ميديا بتاعتنا. طبعا يفضل ان انت تعمل الحركة اللي انا بعملها دي، ان انت تبرايم الكويل بتاعك عشان لسه جديد بكام نقطة كده جواه وكام نقطة من براه كده، وعلى الفتحات اللي انت شايفها دي عشان تسرع عملية شربه للليكويد وما يعملش معاك دراي هيت او ان هو يتحرق منك وانت لسه بتشغله. بعد كده بنجيب البوت بتاعتنا وبنحط الكويل بتاعها كده ونكبس عليه، خلاص شكرا اتقفل. وعندنا الرابر دي زي ما بقول لكم اللي بنملى منها، بتفتحها وتجيب الليكويد واديله ادي اديله ادي اديله ادي اديله ادي 4.5 ملي الكاباسيتي بتاعت البي ام بي. ايه الصوت اللي طلع ده؟ عيب كده. حاجة أخيرة حابب أقولها، إن أنت أول ما هتركب البود بتاعتك الماجنتيك يمسكها، هي هتديك إنديكيتور إن هي أوريدي حست بالبود ركب عليها. بس هنسيب الكارتريدج يملى شوية ونطلع دلوقتي ندردش عليها مع بعض. يلا بينا يا وحوش. هاي يا معلمين، ايه رأيكم فيما انتجت فوبو وقدمته لنا في جهازها الفوبو دورك 60؟ بجد جهاز رائع، ممتع جدا في استخدامه، خفيف جدا بسبب الالومنيوم اللي مصنوع منه. زي ما شفتوا في اول الانبوكسنج قلنا ان الجهاز بيشتغل بزرار او بسنسور سحب، بس خد بالك لو هتستعمل السنسور بتاع السحب هتلاحظ حاجة مهمة جدا، كل ما الاير فلو بتاعك يكون مفتوح اكتر كل ما السنسور هيبقى فيه ديلي معاك بسيط، عكس لما تقفل الاير فلو شوية على النص او على الربع هتلاقي ان السنسور بيشتغل معاك اسرع ومفيش ديلي. والسبب في ده ان كمية الهواء اللي داخلة لما يكون الاير فلو مفتوح بتبقى كبيرة فمش مركزة، فالسنسور بياخد وقت على ما يشتغل. لكن لما بتكون مقلل فتحة الاير فلو اللي بيحصل معاك انك وانت قافل الاير فلو بيبقى دخول الهواء للاير فلو مركز، فبيبقى على السنسور دايركت فالسنسور بيشتغل اسرع. طبعا مع زرار الفاير الكلام ده كله طبعا انساه خالص، انت هتدوس هتفاير على طول. اداء البطاريه بتاعته بجد مرضي جدا، بطاريه 2500 ملي امبير بجد بتقدم لك تجربه رائعه جدا، واعاده شحنها بجد سريع جدا لان احنا معانا تايب سي يو اس بي تايب سي اللي بنشحن بيه الجهاز سريع جدا، ودي حاجه تحسب لها ان هي بتشحن بسرعه لان الجهاز ما فيهوش باث ثرو، يعني ما تقدرش تشرب منه وانت بتشحنه، ودي حاجه كويسه عشان يحافظ على البطاريه وعلى الدايره الكهربائيه بتاعت الجهاز. سهل تعرف البطاريه بتاعتك وصلت لفين من الانوار اللي بتبقى عندك، الليدات الثلاث ليدات اللي موجودين، لو هم منورين الثلاثه زي ما قلنا يعني بطاريتك من 60 ل 100%، لو اللمبتين بس اللي منورين يبقى انت هنا من ال 66 لل 30%، ولو لمبه واحده منوره يبقى انت من ال 30 وداخل على الزيرو فمحتاج تشحن. فيها ميزه حلوه ان انت لحد ما هتنور معاك اخر لمبه انت مش هتحس بفرق في الاداء او فرق في السحبة او فرق في الضربة بتاعتها، هتاخد معاك لحد ما تقطع منك نفس الضربة من اول ما تشغلها وهي مشحونة فولي تشارج لحد ما تخلص نفس الاداء، ودي حاجة حلوة جدا. عندك adjustable wattage يعني تقدر تتحكم في الوات بتاعك عن طريق انك تدوس 3 دوسات على زرار الفاير، هتلاقي عندك اللومة اتنورت وفضلت ثابتة، هتدوس دوسة الابيض يعني انت شغال على 60 واط، الاخضر اللي هو الميديوم انت شغال على 40 واط، الازرق اللي هو اللو انت شغال على 20 واط، بتسيب الدرجة اللي انت عايزها ان كانت هاي ميديوم لو وبتسيبها 3 ثواني، هي اوتوماتيك بتاكتف المود اللي انت اخترته. من اكتر الحاجات اللي عجبتني فيها ان انت هتقدر تستخدم معاها البي ام بي بودز، يعني البي ام بي بودز انت بتوفر لك يا اما تستخدم ام تي ال او دي ال، هي بتجيلك بالبي ام بي الدي ال. لو حبيت انت تشتري الام تي ال اللي زي ده
ده بتقدر تشتريه لوحده وتستمتع بتجربة MTL مع الاير فلو الضيق اللي هم عاملينه عبارة عن نقطة واحدة فقط. ولو انت شريب دي ال هتستعمله بمنتهى الاستمتاع مع البود الدي ال اللي بيجي معاه في العلبة اوريدي. زي ما انتوا شايفين كده بيجي معاه كويلين، واحد بيكون 0.2 وواحد بيكون 0.3، والاتنين طبعا بيقدموا لك تجربة دي ال. الفليفر فيها اكتر من رائع طبعا، يعني لا يخفى علينا كلنا جربنا البي ام بي بودز وجربنا الكويلات بتاعتها، وبصراحة تجربتها رائعة جدا في توصيل الفليفر او في النيكوتين اللي انت بتاخده منها، بجد تجربة هتستمتع بيها. واللي يثبت لك كلامي ده ان فوبو ثابتين على استخدام البي ام بي كويلز او البي ام بي بودز، عشان هم بيدوا فعلا تجربة رائعة جدا ان كان في الفليفر او في النيكوتين. طبعا من الحاجات الممتعة فيها جدا ان انت مش محتاج تتعمق في منيوهات وفي مقاومات وفي واتج وفي فولت وفي الكلام ده كله، انت هنا بتستخدم حاجة في منتهى البساطة، حاجة في منتهى سلاسة. طيب تنفع مين وما تنفعش مين يا مان؟ بصوا يا رجاله، تنفع اي حد، لان زي ما شفتوا اولا سهله جدا في استخدامها، خفيفه جدا في شيلها، فهتنفع اي حد. عايز اقول لكم ان انت بتشرب دي ال هتقدر تشربها دي ال وتستمتع بيها، هتشرب ام تي ال هنا هيكون عندك بطاريه 2500 ملي امبير، اعتقد مع كويلات الام تي ال هتقعد معاك وقت طويل جدا. في الدي ال انا ما حسيتش ان هي مضايقاني، ال 2500 على الوطات اللي احنا بنشتغل عليها كانت ممتازه جدا وادائها كان حلو جدا، فانا شايف ان هي تنفع اي حد. طيب خلونا دلوقتي نروح على العيوب والمميزات بتاعتها ونبداها بالعيوب. اول عيب ان هي ما فيهاش شاشه تبين لك انت بتشرب على كام وات. كل اللي احنا عارفينه ان احنا بنشرب على هاي اللي هو ال 60، لكن الميديوم واللو احنا مش عارفين هم ايه، فانا بنستنتج ان هو 40 و20 وات. اما عن المميزات فهي بصراحه كلها مميزات، ما قابلتش معاها اي مشاكل من اي نوع إن كان. جهاز خفيف جدا معمول من خامه الالومنيوم، عندك اير فلو كنترولر عشان تتحكم فيه زي ما انت عايز في دخول الهواء، عندك تحكم في ثلاث مستويات للوات، بتشتغل بسنسور سحب او عن طريق زرار الفاير، الفليفر اللي خارج منها رائع جدا. واخر حاجه في المميزات بتاعتها الرينج الرابر اللي عاملينه تحت، تاتش حلو جدا ولمسه حلوه منهم في ان هو يثبته لما تحطه على اي سيرفيس قدامك او اي سطح قدامك، مش هيبقى معرض للوقوع بسهوله. بس انا كده خلصت الريفيو بتاعها. الجهاز ده مقدم من طلعت فيب ستور في اسكندريه، الجهاز غير متوفر غير عندهم حتى تصوير هذا الفيديو. اللي حابب يستفسر او يشتري الجهاز يقدر يتواصل معاهم من خلال اللينك اللي هسيبه لك في الديسكريبشن بتاع الفيديو لو انت بتتفرج على اليوتيوب، او هتلاقيه فوق الفيديو لو انت بتتفرج على الفيسبوك، وعندهم شحن لجميع المحافظات. الناس اللي بتبعت وتقول لي انت بتنسى تطلع لنا الاداء بتاعها او اداء التانك في تانك لنيكو الريفيو اللي فات، انا ما نسيتش ولا حاجه، بس هي بوليسيز بتاعت الفيسبوك وبتاعت يوتيوب ان احنا مش عايزين نشوف دخان في الفيديوهات، فعشان الفيديوز ما تتشالش او ما يحصلش حاجه في الفيديوهات، فانا مش هطلع خالص اي فيب برودكشن موجود في اي حاجه بنتكلم فيها. لو انت حابب تشوف الاداء بتاعها يا ريت تتابع الاكونت بتاعي على الانستجرام، هنزل عليه فيديوهات تشرح الاداء بتاع كل جهاز، وهتشوف كم البخار اللي خارج منه ان كان ام تي ال او دي ال، هتلاقي برضو اللينك موجود تحت لو انت على اليوتيوب او فوق لو انت على الفيسبوك. وفي النهايه بجد بشكركم جدا على المتابعه وعلى المشاهده، واتمنى ان الفيديو والجهاز يكونوا عجبوكم وتكونوا استفدتوا منهم. يا ريت لو انت لسه بتتفرج عليا ووصلت معايا لغايه هنا ما تنساش تعمل لايك للصفحه او اشتراك على القناه، وتنضم لعائله مادنز وتشغل خاصيه الجرس والنوتيفيكيشن عشان يوصلك كل جديد بننزله اول باول. مرة تانية كل الشكر ليكوا على دعمكم وعلى حبكم وعلى تبريكاتكم برجوعي، وإن شاء الله ما نقطعش الحماسة اللي احنا فيها ونستمر على الفيديوهات السريعة اللي ورا بعضها، واستنوني إن شاء الله في فيديو جديد، وإلى أن نلتقي في هذا الفيديو لكم مني كل تحية، وخليكم دايما فاكرين إن السجاير هلكتنا وجي وقت صحتنا. كان معاكم في هذا الريفيو مادنس، سي يو، وأشوفكم في فيديو جديد، سلام.